أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع علي بن محمد من ليبيا، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم التكبير الجماعي في المصليات والمساجد يوم الجمعة قبل الخطبة؟ فالناس عندنا يقولون جماعة هذه الصيغة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فهم يقولونها بما يشبه أنغام الأناشيد. وما حكم تكبير الإمام في أثناء الخطبة ثلاث مرات بين الحين والآخر والناس يرددون خلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن التكبير في ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والتكبير في أيام عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق مشروع وسنة مؤكدة. التكبير المطلق في جميع الأوقات من هذه الأيام، والتكبير المقيد بأدبار الصلوات الخمس في أيام التشريق، كل هذا مشروع ومستحب، ولكنه يكون بصفة انفرادية، كل يكبر لنفسه ويرفع بذلك صوته. أما التكبير الجماعي فإنه بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتفقون على صوت واحد ويكبرون بصوت واحد وينغمونه، وإنما هذا من فعل الصوفية ومن شعار الصوفية، فهي صفة مبتدعة يجب النهي عنها. نعم.